السلام عليكم. دي فورد ترانزيت 2008 ركبنا لها ام اف كا غير الطريقه ديال البرونشمون ديالها. كتجي للباب عندها ثلاثه الخيوط، كاين الاول هو هذا، وكاين الجوج هو هذا، وكاين الثالث هو هذا. هذا كتخدم ثلاثه الخيوط. ثلاثه الخيوط علاش درنا هذه الديوده هنايا؟ درناها على اساس في السدان في الحلان راه السدان كيتسد نورمال، الحلان كيتحلوا لنا غير الباب الاول اللي بيبان الاول ديال الشيفور ديال الكريسون، ولكن ديال الكوليس ديال الجنب وديال الكو ديال اللور ما كيتحلوش، كيخصو ضروري يتحلنا بواحد الماس. هادي ملي كيتحل كتولي مخرجه لنا الماس، كتبلوكي لنا داك الماس اللي كيخرج لنا من الام اف كا. درنا لها حنا ديوضه في هاد الوضعيه هنايا على اساس باش حنا في هاد الحاله غادي نحلو. كيحل دابا هو سد فسخ فسيخه، ما غاديش تسخن نورمال البيبان، ولكن اللي جينا للباب اللي التاليه حنا غادي نجربوها. دابا حنا دابا غادي نجربوا الحل. دابا حنا هذه حلوله، هذه مبلعه واخا سد، السدان مسدوده وهذه مسدوده، الفسيخ فسخ كتفسخ لنا غير هذه، هذه ما تفسخش، ولكن غادي نضربوا السده الجوجه الحل المره الجوجه. حل ها هي، ها هي تحلت. هذه الطريقه ديالها بالحلان، التركاب ديالها في الام اف كا بالنسبه للفورد ترانزيت 2008.